السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نعمل تسليح في برنامج الاول بلاني. اول حاجة خلينا نرسم عمودين مثلا او الكولوم، وبعد كده هاجي هنا ابدأ اختار الشكل اللي انا عايزه واختار الابعاد وكل الحاجة اللي انا عايز اختارها اول. تمام، ممكن اقول له انا عايز ارسم عمود مثلا بالشكل دوت، وواحد مثلا دائري. طيب بعد كده هبدأ أرسم التسليح، هروح لـ Engineering Reinforcement وأقول له أنا عايز أعمل كير شيب، فهو بيبدأ يقول لي بقى هل أنت عايز يبقى بالشكل ده ولا لأ، هل أنت عايز ياخد حرف الـ H، ياخد حرف الـ A، B زي ما أنت عايز. طيب أنا هاجي هنا أهوت وهبدأ أرسم أهو، أرسم بالشكل دوت. لو خلصت وروح دايس حرف الـ E يرسم لي اللي أنا عايزه. طيب هاجي هنا مثلا أقول له أنا عايز أرسم من هنا لهنا 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 لهنا، خلصت روح ده اسكيب، يروح يرسم لك العمود اللي انت عايزه بالشكل ده، ويبدأ يديك ان انت تكتب الاسم جنبيه. طيب عند اسكيب. طيب لو انا عايز ارسم حاجة تكون على العمود نفسه، فلازم اكون بعمل سيكشن مثلا اهوت، تمام، بحدد اول نقطة وتاني نقطة، وبعد كده بدأت اسكيب وحدد الاتجاه بتاعي، هيبدأ يديني سيكشن بالشكل دوت. فأقول له أنا عايز أعمل تسليح، تمام، وأبدأ أعمل التسليح بتاعي أهو. وأروح دايس اسكيب، بيروح راسم لي الحاجة اللي أنا عايزها بشكل دوت.